قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار رواه إمام أحمد والترمذي بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المهارم أبدا يعني خمس وصايا الوصية الأولى اتق المهارم تكن عبد الناس الوصية الثانية ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس الوصية الثالث وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا والوصية الرابعة أحب للناس ما تحب لنفسك الوصية الأولى اتق المهارم تكن عابد الناس يا ترى لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق المهارم تكن عابد الناس أمره أو يعلم الناس خيرا ويدعو إلى الله أو يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب في الله ويبغض في الله ويعمل آمال الخير هذا لا شك أنه عابد لكن أعبد الناس من يتقي محارم الله أي لا يقع في شيء من الحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم واشن نامي نام سشن تكفى اتق المحارم تكن أعبد الناس دلي في الرائع نما أكّان غرت رب جبرو تاتا دلي إندلاجين دلي رافعادو صدادو ربي سبحانه وتعالى نما أكّان جبرو تاتا نما أكّان ربي جبرو تاتا ورد بما قسم الله لك تكون أغنى الناس وربي أزلتك أدرسي في دبرسي وربي سيخت بجراه لتيدي غيزت تيكو أركتي قدو أركتي إرتكو في تجارة ويوفيت أغنى الناس سدفان وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا قل لا خيتي تتلو أولي نما إيمانك أبو نما مؤمنا يوتوفيت أفرف حرام الرافقاتو أتي عابد جام تغاف صلاة تغاف سومن تغاف حجي ديت عمره يو غوت يو غاريت نما جج خرا ربي داوا يو غوت عابد جام عبد الناس تو وفيتمو حرام الرفقاچو تناف ربي سبحانه وتعالى مالجي ولا تقربوا الزنا جي إنه كان فاحشة وساء سبيلا تنافر جمال ربي وانجى اتق المهارم تكون أعبد الناس حرام الرافقات لنما أكار ربي قبروتاتا حرام الرافقات
سببا هدو اختلاط نگرتي أركمو غندخنا خيس الاختلاط بين الرجال والنساء وان زنا لا في سرعي دردري ويتبيابي شمر ويتبيابان دور والنساء صداتا حادثاني أباساني صداتا يو عدا في أبابي رنجر ري والنساء صداتا نجرت دنتار رانقبن إذن نمودو بغرتي الاختلاط بين الرجال والنساء يرو نسين أرغمتو يرو عروزا ويتبرجا ويتخنا إدو غرتي مصيبان قدون قجارتين نماتيس إراوجي غرتي برجا تيسو اختلاط بين الرجال والنساء سببا شيشا مصيبا إذن اتق المهارم رام الرافقات تكون عابد الناس الاختلاط بين الرجال والنساء دبرا دردر ولله قمي برجع تيساني وجه ولله قمي تفيو صلاة عابد جام ملي عابد الناس جام ويجو ولهذا حرمت الشريعة الاختلاط بين الرجال والنساء الوصية الثانية ارضي بما قسم الله لك تكون اغنى الناس والرب سيف قودي والرب سيف كتبي جالدو تكون اغنى الناس دوري سنماتات هستين انجرتو ونتك انجر يونا منتو قرقرو دولاركم كدل ما بتتي ابلو ما بتتان انجرتو ابلو ما اركتان انجرتو يوغانا تيريبان قبض يونام نتوكو قرقرو تكا بيتا تي دولارا كم كولاني تكم كولا لما يو بيتا تي يا ايبوف تيت يو بيه دي تمال جتات دولارا اگر تي كما جاتا مين كما سدهتا مين مخينا منا بيتا تن اتت قرقرو كم كولا لما تنائچا يا ايدان دارت نما يزفت تناف يرو هدوني دبنا ميمورين تيم فئت دولارا كم شرين دن ديسو ميمورين تي كم كدرين دن ديسو تيكو ما تسغبوي تفاكات تيكو ما نغي لفتي نغي مقبن إذن ارضي بما قسم الله لك تكون أغنى الناس دلغا اركتي دبدي وان ربي سيغت بي على ونيات اركت تنجر ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا جرو اساني تنبر نوك اودي يا ربي ربي وجيك اوديف قادو بادل لين لولي ما يا ربي مالف قوداف مالف اني قرتي مالك مخيناتنا ما بتت مالف اني هنغنا ودونا نسجرو كما تربات مكم الله كاوايو يت وهذا اعتراض على الله ربي ترد ابچو هو ربي قودرت قود ربي نما قودر درد ابچو يچو ربي سداد والله ما كان سيغد انت جاهل لا تعرف شيئا اكو مدل التجرد دين الرومان بيت قدر الرومان بيت برد ويت سينجان برنوت الرافقو جرت مسجد حرام بيت كم سيقول كم سيقول أخرج إسماعيلي بسندي إلى عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأنجو ربي سبحانه وتعالى وانجي رسول الله صلوات ربي السلام عليه ان الله خلق بين ان الله قسم بينكم اخلاقكم كما قسم بينكم اخلاق ارزاقكم
إن الله قسم بينكم أخلاقكم حال خيسن أبيات خيسن نما يوفق أوديجر ربنا كفول لخيني أدت أخلاق نخيني حال لخيني أد وكذلك قسم بيننا أرزاقنا رزق إتيني اللي قسم قود شوف نما يوفق رزق أوديجر دلقا عرسي وجيغالي بوية أفور كيستي حوالان دولاركم صدوم أفرتم يا مومن أتي واني هستي قوتوف إيسا في دي يو إني في هاي تندي مفا جيزو نولتوات خساراتي يا حاسد ريبان قبدو إذن إن الله يوطي رسولي صلوات ربي السلام عليه إن الله يوطي الدنيا من يحب وما الله يحب ربي سبحانه وتعالى دنيا نخناف نما فلوفي قنفين في الله يوطي الدنيا لمن يحب وما الله يحب ولكن لا يوطي إيمانا إلا لمن يحب يا ترى إيمانا مو نما فلوف ملين كان أتي بر تغرتي يو أتي مالك أركتي مسجد غنان دوف نيبر سلفي درا صلاة درتي لك جتون كتا غندا جي جيرت إدي أمت مسجد الرافقات دنيا نتي أركتي تون قراتي ستن ديفت بيجي بيجي نتي أركتي تون والكم شن كم كدن هريبا وسر أركتي درسي سفيد ديت هل كانوا يريبا سيد أوركيته إن مسجد جمع سيفدي كما شنان سنبرا إن كتا يتا تون ندو يتا قلبين سيد عبدت هرارت هرارو سيد بوفت دنياني شيطان دابات عبدت سيغت إذن ولا يوطي الإيمان إلا لمن يحب إيمانا نما فلوف ملين كانوا ربين إيمانا خنف قسلات شنن مسجد خن الصلاة قدر سيل لي وان تات وافو فدت سيد الرجال أنا ماتي كسب بيف قاف علمي برتتنا لوجه الله فول ربي بربادة شيخهم ما علت ويبي خنانجت شو علت قاف قرتيات علمي برتتي دليدي أفضل من الجهاد إذن يقيني ربي سبحانه وتعالى رزقين أركرب بجراتشو أجل أركرب بجراتشو نمني أمنه هذا هو القدر قال عبادة بن سامت لابنه صحابي رضي الله عنه عبادة بن سامت وانجي لابن المسادين يا بني يا المخية إنك لن تجد طعمة حقيقة الإيمان مئة قرتي أغا إيمانا هنا قرتو جين حتى تعلم ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك كان جين يا المخي جين ميا حلاوة إيمانا نغرت هنك غرت واني ربي ستي خطب واني ربي كي ينتي غرت سرطاتي جين الرقطب نران أولتو هنگا منتوت واني ربي كي ينتي كتب نمتوك الدنيا تنجفت وصولك أمامت وين قلني واتكن نقولني وربي نركت ويمله يوكس امانته ايمانا دغاكب تناف حديث سيارت لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها لبون تكن باتو هنگ راشينه قم غوته قم غوته في تمله ما چاكو سنده توبا گند قبرين وندم نت راشينه في تيدو مديمت روزه في تزن في تيدوما ولكد في تجانيس ركته بنيس في تقدم تجانيس في تقدم مدم يطلبه رزقه كما يطلبه الموت حديث سيات
رزق ان تیسی برباد دی کا دوتی سی برباد دوت مال رائز تیم اس تیم مال سی گوت من دیف الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي السلام عليه الوصية الثالث وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا الذي يحسن إلى جاره كان إيمانه كامل نمني الله الله خيتي تلو تكون مؤمنا جي تكون مسلما جي تكون مؤمنا غرتي ايمانك ابو تاتا الله خي اذان غودين الله خي ولي تيمبنين موسيقى الله خي قران اي زابر تيمبنين ام سي 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 يمنجرو قران انكو ما خي تيبندو الله خي ركن قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنب وجار القربى ولا خيسا ولا اسنتيان خولا اسنتيان ولا اسم برجر غرتي مرغسا ايغا مرغو ولا ايغا تكون وايقك عند الجار بالقول ولا بالفعل ولا يؤذيه أبناؤك ولا من أهلك ولا من كان صلة بك يا عبد الله والله ركزين أتنجنكين إلمان كنجنكين جارتين تنجنكين ولا نمني قرتي في رماسي ولنقبل لين وري من خيروف مرغو الله خيتي ايك الله خين دررين ولهذا اخرج البخاري ومسلم عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره الله ركن امني غرتي ربي في غيا اخراتي امنو والله ساجينك كنكين روايه مسلم رتي مالدي من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره والله ساتولا هاولو نعم عزيه الجار تنقص الايمان والله ركزون ايمان راي رفت والله خير كون ايمان سر راي رفت مال جي والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل من يا رسول الله رفتني والله نمن والله نمن والله نمن جي قيل من اين قيل من يا رسول الله جنان قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره قول لا نسافر رائعه بوائقه أي شره وفي رواية إمام عامد زيادة بوائقه أي شره خشري سافر رائعا الرب سات أولي سات واميك أن شري سافر رائعا نمو برته فتن دبتا مجرمة غندلاك إذن وان جي رسول الله صلوات ربي السلام عليه رواية إمام أحمد رواية مسلم رتي لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوا ورغر تيد دور جنة سين وجه سين إخواني الوصية الأخيرة وصيان الرمائي ولا تكسر الضحك فإن كسرة الضحك تميت القلب
خفلنا دميسين خفله دميسون تون قلبي أنت يتنغرتي لا فيفت ني أجيفت ذكري دميس بكتايز ذكري غوري غيا جمتا صلوات رسول الربوس إذ برا وري برا تكنما فارسيتا تكغما سوديستا غغمنا سويتا دي زبرات تديس تاي ذكري غود تاي ربي خيرت قران قري خير يا سوي خوف لديس خوف لنا دميسين اون نس ردوتي اون نس رتي اجيس خوف لي ولكن ومن العجائب خوف لي صفة من صفات الله ربي سبحانه وتعالى وأنه هو أضحك وأبكى خنا ما خوف الجيس خنا ما بو جيسوس ربي سبحانه وتعالى يضحك ربي إني خوف خوف ليس ملي خوف لا ربي سبحانه وتعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة الضحك بقوله صلى الله عليه وسلم إياكم وكثرة الضحك فإنه يميت القلب ويذهب بنور الوجه وهذه رواية إمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله عجيب حديث عجائبات وحذر عن الضحك كثرة الضحك قفله الدمي زرة ورقرته كوميدي جاني تاني ككككككك جان تاني غفلن نما غرتين نما مغفل تشيزو نما نيف جلان ديمو جير نما عرفسو نما غفل تشيزو اتق الله يا أخي ربي صدار قلبي أمتا كو غويسته تي كو غويسته تأمبالي كو غويسته إذن إياكم وكسرة الضحكي إيقاد أفر خفله دميسو خنا فإنه يميت القلب قلبين مرتي أجيفتي ويذهب بنور الوجه إفقر تيفولا خنا سرى ديما فولس إفو خنا سرى ديما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أغير جي من الله ما أحد أغير من الله تقر خرقرتك ربي تنافنجر أن يزني عبده أو أمته يا أمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لو تعلمون ما أعلموا لدهكتم قليلا ولبكيتم كثيرا هكذا قال من رب الله سبحانه وتعالى هنا أفنجر قبرتي ساز زنا قدو قبرتي نساز زنا قدو يا أمة محمد لو تعلمون ما علموا وإن أنبيخ سلا بيتني لدهكتم قليلا تكو خفلتني ولا بكيتم كثيرا أكنا جي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن يا عبد الله لا تقصر الدهكا خفلنا الدميسين تناف رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الدو يرو تك تك غرتي كك كك جي خوف ارغو داني سيك ارغما ربي صلى الله عليه وسلم عليه وفي رواية مسلم عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وان كان نتير كما ربي يطيل الصمت قليلا يطيل الصمت هدو جلجتو ديساير كما ربي قليل الدهك خف لسامه واتك صلوا وسلموا على ختم الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقم الصلاة.